لو سألت أي مشجع للكرة أو مسؤول مدرب أو لاعب إيه أول حاجة تحب إنها تتطور في الكرة المصرية، مؤكد هيقول لك منظومة التحكيم. أيوة حكامنا بخير وعندهم المهارات الخاصة اللي موجودة في أي حكم في العالم، بس محتاجين تطوير. هل ده عيب؟ طبعا مش عيب، كلنا محتاجين تطوير طول الوقت، وما ينفعش أبدا نقول حكامنا بخير ونحط نقطة ونقول خلاص. لما بنقول تطوير فبنقول علشان نحمي الحكم المصري ونشوفه في أحسن الأماكن قبل ما نحمي الأندية من قرارات غلط. لازم كلنا نساعد في دعم التطوير، لازم يبقى الكل عنده المبادرة كمان، المصلحة عامة، وبالتالي ما ينفعش نبص لأمور شخصية. الصح يتعمل حتى لو على حسابك أنت شخصيا ومش القصد حد تاني.